احنا بلشنا ان طانك شاتو سعاده لانه بيت سعاده بيت جدي ومن شي 10 سنين اخذنا اسم شير الدلماز اللي هو الجبل اللي بالوجه وفي مغاره بالعربي اسمه شير الدلماز والمغاره مغاره الدلماز لانه كانوا دلماسيان يجوا من رومانيا خوارنا يقعدوا فيها من شي 600 700 سنه اكيد اخذناها وعملناها فرنسي شوي دلماز واللوجو تبعنا مثل ما شايفين ضيعتنا كلها صنوبر اللوجو تبعنا صنوبرة الواين ميكينج هيستوري نحن بيت جدي كانوا مثل كل ضيعة لبنان نعمل سويت واين ينشفوا العنب على السطح ويطلع عنب سويت انا بيرسونلي كنت بالكويت وما في الكول وهونيك شوي بلشنا نخبص ونشتري جو من السوبر ماركت ونخمره وبس جيت على لبنان بال 1992 بلشت شوي تيستينج بس بال 2000 2001 اشترينا سيباجيت من فرنسا ميرلو كابيني سوفينيون وسيرا وبلشنا نعمل سيريس واين ريد واين وبال 2012 زرعنا المالبك يعني هاي الاستوار اول شيء بلشنا ابيض بعدين شاتو بعدين زرعنا المالبك المالبك افونتاجو لانه منو سيباج اتس ا فيري ستريت فورورد واين فيري ايزي تو درينك هلا ما حكيت عن ريحه الأروم اللي عم تطلع يا ريت فينا ناخذها بالكاميرا يعني شو بدي اخبركم اتس سمثينج اوتستاندينج هيدي الشغله الوحيده اللي ما بتوصلكم الا وقتها تفتحوا القنينه وكاسكم تشيرز تشيرز عم بتشوفي هلا بالخشب هون كل سيباج وحده نحن عندنا ميرلو كابيرني سوفينيون سيرا مخمرينهم وحدهم باخر السنه بس يخلصوا ايجينج بنعمل لهم بلندينج بيطلع عنا الشاتو يلي عنا منه من 2005 وطلوع يعني عنا لحديت هلا ل 2019 والايجينج عاده بيضل 6 7 اشهر او 8 اشهر حسب وقت الخشب كل بيريود الشتويه وبالربيع بنرجع بنعبي من